اول حاجه كما قلت لك اي لاعب كره القدم تيدوز من واحد المرحله اخرى ولا هي كره القدم. انا كما قلت لكم انا بني ادم انا ما احسنش من نوير ولا تاش داكن ولا هذا الكره هي ديال واحد تيغلط باش يتعلم. وانا كان واحد الجمهور ان شاء الله باش نزيدو باش ناخذ الالقاب وداك الساعه يتفكر حتى ان شاء الله. شكرا شكرا يكون أنغولي يعني كلعب واحد الكرة اللي حديثة عرفنا يخلق لنا متاعب. الحمد لله كنا تاكتيكمون مزيان في الماتش عرفنا كيفاش نديرو الماتش ديالنا جبنا 3 بوان اللي هي المهمة في هاد المنافسة والحمد لله ربحنا بنتيجة عارضة اللي خلات أننا نديرو الماتش ديالنا مزيان. أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله هذا الفوز يعني الفوز هذا يرجع لنا الروح اكثر واكثر واكثر حاجه والاهم ان احنا بينا لهم ان احنا في ملعبنا وبين جمهورنا ان احنا نردوا لهم الطار اللي المباراه اللي فاتت ربحونا فيها 2-1 كانت يعني في اجواء يعني ما كانتش بتاع مباريات يعني نو هلبة وكذا. نهدي هذا الفوز لجمهور الوداد ان شاء الله تو نشوفوا للمباراه الجايه في كاس العرش مهمه حتى هي يوم الثلاث باش نديروا الاستشفاء كويس ونأهلوا عليها باش نكونوا قد المسؤولية إن شاء الله باش نقدموا إن شاء الله في كأس العرش ولما الله ندوه إن شاء الله بإذن الله. ما شفتي من بين أحسن الأهداف في الدورة هذا؟ الحمد لله يعني الواحد ديما يبي يخدم على روحه ويبي يطور من نفسه باش ديما يكون في الفورمة زي ما تعرف يعني ديما تلعب في نادي الوداد يعني ديما تلعب تحت الضغط وتلعب تحت الجمهور الكبير هو اللي ديما اصلا يعني ندعو عليه ويستاهل يعني فرحه ديما. ان شاء الله نقدم لهم اضافه اكثر ونكون قد المسؤوليه ان شاء الله ونهايه الموسم ان شاء الله نحصدوا كل البطولات ان شاء الله. شكرا لك. تنظم بزاف خاصه فرق على الميدان لاني سيطرتوا على المباراه يعني من الانطلاق ديالها حتى للنهايه. اشنو التغيير اللي وقع يعني مقارنه مع المباراه ديال الذهب؟ خويا ما كاينش تغيير اخويا السر في هادشي هو اننا كنا تاكتيك موقفين مزيان. هاد المنافسه كتبغي انك كيف كنقولوا يكونوا عندك لاعبين كيعرفوا يقفوا في التيران تاكتيكمون يكونوا مزيانين وكيعرفوا يجيريو لي بوين فور لي بوين فابل ديال ليكيب ديالنا. وهادشي اللي تاثر علينا في هذه المقابله رساله انه يستمروا في المسانده يساندوا هاد اللاعبين ويساندوا هاد الستاف كامل وان شاء الله يكون الخير. عملوه ده مازال عملوه ده.